مشاهدينا عدنا اليكم مجددا، اهلا وسهلا بك. مرحبا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله. طبعا موضوعنا اليوم هو دور مؤسسات المجتمع المدني في دور مؤسسات المجتمع المدني في فض النزاعات ما قبل وبعد الفترة الانتقالية، فتقدر تلخص لنا الموضوع وتشرح لي؟ مرحبا الأخت فتحية، شكرا لإتاحة الفرصة، ونشكر جميع الإخوة. طبعا المجتمع المدني هو لديه دور كبير خاصة في فض النزاعات، وكمان مدى فعاليته في الحوار الوطني أو حتى بخصوص الفترة الانتقالية ما قبلها وما بعدها. بصراحة خاصة بخصوص خصوص الفترة الانتقالية، طبعا المجتمع المدني هو النقطة الأساسية وهو المحور الأساسي اللي ساعد كمان في تجهيز الحوار، وخاصة لو لاحظتوا الآن خصوص الحوار الأغلبية هم قادة مجتمع مدني، منهم من الشباب والنساء، وأيضا تجد كمان الإخوة الآخرين الناشطين في مجال القانون المهم بشكل عام المجتمع المدني. كان نظمنا في يوم تفاكري، كان بقى يوم 6/8/2022 قبل تنظيم الحوار، وخاصة استعطبنا فيه كل أغلبية قادة المجتمع المدني وعملنا معهم يوم تفاكري. محمد، ممكن نتابع التقرير اللي ممكن يتحدث لنا عن اليوم التفاكري؟ أوكي، شكرا، بارك الله. وبعدك نرجع. الحمد لله، شكرا. تابع التقرير. في هذا اليوم التفاكري الذي نظمته منظمة الشراكة الأفريقية للتنمية حول موضوع مدى فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في فض النزاعات خلال الفترة الانتقالية وما بعدها، لأن السلام والحوار الاجتماعي يمثلان مكانة مرموقة في حياتنا اليومية. أتمنى في نهاية هذا اللقاء التفاكري أن نخرج بنتائج قيمة وملموسة حتى تساهم في بناء ثقافة موحدة خلال الفترة الانتقالية وما بعدها لتعزيز التعايش معا من أجل جهات موحدة. مع مشاركة نخبة من المحاضرين ستطرح خلال اليوم التفاكري مواضيع فرعية مختلفة كمشاركة الجمعيات المدنية بعد الفترة الانتقالية لأجل أمن مستدام عبر معرفة نقاط الضعف والقوة، إلى جانب موضوع آخر دور الجمعيات المدنية في إنجاح الحوار الوطني الشامل. وقد أوضحت رئيسة منظمة الشراكة الأفريقية للتنمية الخضر زينب عبد الكريم مشاركة منظمتها الفاعلة في بسط الأمن والسلام والإدارة الرشيدة، وينتظر من المشاركين في اليوم التفاكري الخروج بتوصيات واقتراحات من أجل تعزيز دور الجمعيات المدنية في مختلف مجالات الحياة. فرجعنا من جديد يا محمد الناف، يعني تابعنا التقرير يعني حول اليوم التفاكري اللي كان نظمته، فشنو الغرض؟ شنو الغرض و ما مدى فعالية مؤسسات المجتمع المدني في فض النزاعات أو مساهمتهم شنو في قبل وبعد الفترة الانتقالية؟ طبعا شكرا الأخ. بخصوص فض النزاعات، تعرف أن نحن في موسم الخريف، وخاصة الآن بتجد أغلبية الناس تتحدث عن مشكلة المزارعين والبقارة والمهم بشكل عام. طبعا زي ما تحدثنا كمان قبل شوية قبل الفاصل ولكم في بخصوص تجهيز قادة المجتمع المدني ودورهم شنو خاصة في فض النزاعات وبشكل عام حتى بخلول الفترة الانتقالية. أيضا في اليوم التفاكري عملنا ورشات، وتم كمان تناقش عدة المحاور ومنها قضايا مهمة جدا، وقضية فض النزاعات هي من المواضيع اللي كان الشباب ركزوا عليها بالأكثر. طبعا قلنا في لازم يكون في مجال توعوي بشكل عام، لأن القادة اللي موجودين وخاصة حضروا في اليوم التفاكري وبدعم من الشراكة الإفريقية، تم المهم متطلبات وتوصيات من الإخوة، وخاصة الترتيبات بخصوص فض النزاع. ومن خلال هذا أدينا كمان التوصيات لازم يطلع بها الحوار، الإخوة اللي مشاركين في الحوار الوطني الشامل السيادي، عشان التوصيات دي لو تم تنفيذها ممكن المسائل دي كلها تتحل.
وهنا من التوصيات الأهم شيء قلنا نكون لجنة خاصة مكونة من الشباب، وخاصة لأن الشباب هم المؤثرين بالأكثر، لأن أي إنسان لو داير بيعمل مشكلة أو داير يعمل أي فوضى بيستعمل الشباب. طبعا في خلال اليوم التفاكري ده قمنا وركزنا بالأكثر خاصة مع الشباب في اللجنة دي، وهم كمان عندهم مهر، عندهم الكفاءة، وخاصة تلقى الشاب ده عنده من أسرته من إخوانه من أعمامه، لأن لو رجعت ده بتلقى هم بس الناس اللي موجودين أبهاتهم بيعملوا مشاكل، وهم بس الإخوانهم أعمامهم بيعملوا مشاكل. في خلال ده الإخوة هسه حالين الشباب تلقاهم في جمينا في المدينة، تلقى أصدقاء اثنين، وحتى المسألة دي نفس المسألة اللي تلقى عمة أو أخوه، وهندك العمة أو أخوه هم هنا قاعدين سوا. إذا قلنا يكونوا في نفس اللجنة ويمشوا ينزلوا للإخوة في الميدان ويوعوا الأهل والأسر وبيقدروا بيقنعوهم، ومن خلال ده المسألة الإنسان إنت البقاري لو ابنك جاء وقف قدامك ومعاه ابن العدو إنت خلاص بتقول أوكي، لأن في اتفاق. إذا كان المزارع أيضا بنفس الطريقة. إضافة على ذلك كمان قلنا من خلال الشباب ده خاصة للسلطات العليا، السلطات العليا هم أنشطة ممكن يقدموا تقارير، وهم يكون شخص غير انحيادي زي الإنسان، الإنسان اللي بيمشي وبينحاد لأحد ما بيقدر بحل مسألة. صحيح. وأنا بشوف الحمد لله الشباب والله اللي بيقوم الجيل لسه حاليا القايم ده عنده الكفاءة بنفس الطريقة دي، وصار ده إن شاء الله المسائل اللي تتحل. وحاليا لو راجعنا أنا بشوف المزارع بيجي هو صاحب الرعى، هو البقاري، وقال راجعت البقاري بتلقى هو صاحب، معناته هي المسألة هي بتدور لها إنجاز من الإخوة وبدور لها انحيازية. بس لو كان في ناس شباب وقادة وبيستعملوا الموضوع بحكمة وما في إنسان بينحاز لزول، أنا بنشوف القضية سهلة جدا، لأن البقارة والرعاة ده ما الآن كلهم قاعدين هم كلهم واحد، قبل ما قبل الاستعمار الناس عايشين سوا، الناس عايشين من زمان دي كلها ما عملوا نزاعات، هبي عملوا نزاعات. أنا البرنامج فيه إنا، وأنا بشوف لازم الشباب يقوم خاصة الموجودين حتى ولو ما تحت لهم الفرصة حضروا في تدريب. ممكن من خلال التوصيات اللي يعني قدمناها في الحوار ممكن يطلعوا عليها، ولو هم كمان عندهم، لأن الآن عندنا عدد من الشباب قرابة 92 شاب حاليا مشاركين في الحوار الوطني، لو هم كمان عندهم فكرة أو شيء إضافي بخصوص حل المسائل دي، فأنا بطلب منهم يقتربوا لأي حد ما، لأن الحوار لسه ما اكتمل، ممكن يجيبوا حتى ولو خليه يجوا، أنا اللي بعرفني يقدر يجيب لي في مساهمة وأنا أقدمها إن شاء الله في الحوار الأنفو. طيب محمد العناف، أنت مشارك في الحوار الوطني الشامل والسيادي. نعم. كممثل للشباب. نعم. فشنو غير المقترحات، يعني شنو دوركم قاعدين تلعبوه في 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 المشاركه في الحوار ده، يعني دوركم شنو كمجتمع مدني كمنظمات مدنيه مثلا؟ طبعا انا دور الشباب خاصه في المجتمع المدني وكقاده في المجتمع المدني هو كمان ان نجد حل سليم وخاصه انتقاليه سليمه، وتقيدنا الى كمان انتخابات حره ونزيهه، تدور الشباب وقاده المجتمع المدني. وحاليا الحمد لله في خاصه في الحوار الوطني الفريق الوحيد الغير انحيادي هو المجتمع المدني والشباب. ليه انا بنقول المجتمع المدني والشباب؟ لان السياسيين اي انسان بيشوف عليه حسب مصلحته. ما يسمى السياسيين العسكريين ايضا اي انسان بيجيب الدرع عليه بيجور لنفسه. اما المجتمع المدني هو انحيادي، هو اللي بسموه هدف ذاته غير السياسي، يعني اي واحد هو بيعمل كل جهده عشان يجبد المجتمع المدني يكون في صفه، حتى الحكومه كمان داير المجتمع المدني يكون معاها في نفس السياسه.
ودي الشيء اللي بيخلي، لان كان فيه انسان ممكن يدير الفتره الانتقاليه ومع مساهمه، لازم يشتغل مع المجتمع المدني، لان الحكومه لازم تكون تركز اكثر على المجتمع المدني، لان المجتمع المدني هو مقدر بيساعدها في الفتره الانتقاليه وحتى ما بعدها. اوكي، شنو اللي بنقصكم لتوصيل رسالتكم؟ طبعا اللي بنقصنا هو خاصه الماده، لان انت انسان، خاصه المجتمع المدني هو ما عمل، الانسان ممكن تاخذ منه راتب ولا كده، هي خدمه مدنيه، والخدمه المدنيه انت بتحتاج لتمويل، اما يكون من المنظمات الكبرى او من الحكومه، لان مثلا انت داير تقوم ببرنامج توعوي، فيجب عليك يكون عندك تمويل، وخاصه مثلا اليوم التفاكري، التفاكري الجمعيه المنظمه الشراكه الافريقيه، ومع الجمعيات، مع مساهمه الجمعيات الاخرى، بدون اي تمويل قامت بيوم وعملت فيها تدريب، في حاله ان هي ما عندها الكفاءه، ما عندها الماده، انت داير تاجر الصاله تعمل تدريب للشباب، انت محتاج لماده، في حاله انك انت ما في ماده ما بتقدر تمول، اولا دايرين التمويل، ثم ثانيا محتاجين تدريب شباب قاده. الانسان انت اللي داير بوصل رساله، لو ما وجد تدريب ما بيقدر يقدم رسالته. اذا كمان تدريب للشباب ده، يكون لهم تدريب وكيف ياثروا، حتى ودايرين انت مثلا انت من جمينا وداير تطلع برا مثلا في الاقاليم، فانت محتاج لماده ده، خاصه المنظمات، مثلا منظمه الامم المتحده، مثلا الاتحاد الافريقي، مثلا الحكومه التشاديه. فانا بطالب من الان، المهم بشيل الفرصه لان لقيت الفرصه ده، بطالب ان يدعموا خاصه الانسان عنده مشروع، وخاصه فض النزاعات، فيجب عليه التمويل. حاليا عندنا كمان مشروع عده ولكل الاقاليم 23 اقاليم، وفي نفس الموضوع في فض النزاعات ده، وان شاء الله بعد الفتره الانتقاليه كمان ان شاء الله تشوفونا، تشاهدونا ان شاء الله في التيرين بسموه ان شاء الله. بارك الله. طيب شنو الخطه اللي عديتوها انتوا كمجتمع مدني عشان تقدروا يعني تساهموا في فض النزاعات خاصه؟ اوكي، الخطه قبل شوي انا ذكر لكم منها، خاصه بخصوص قلنا استقطبنا عديد من الشباب، والشباب ده بنعمل لهم دوره تدريبيه، ومن خلال الشباب ده حتى بنشيله من الاقاليم. أوكي. من أي إقليم، خاصة الأقاليم اللي حصل فيها نزاعات بالأكثر، الشباب اللي موجودين ده ممكن يكون هم كمان استخدمتهم، خاصة من المنطقة الأحداث يجي يحضروا معنا في نعمل لهم تدريب أولا، وأيضا من خلال التدريب ده كمان نحاول نقترب للحكومة كمان، نشوف من التقارير، لأن كل الجهات بتعمل التقارير، التقارير دي نقوم بتحليلها، نحللها، وبعد ده بننزل في الميدان، وممكن السبب الأساسي مثلا، من الأسباب الأساسية مثلا نقول لك مشكلة المرحال، المرحال ده كله ممكن أن يعني من خلال الدورة التدريبية دي بنقنع أن الشباب يوصل الرسالة لأسرهم، أن مثلا إنسان في درب المرحال ما ما ما, ما, ما تتهرب. أوكي. انت بتعرف ان ده الدرب المواجه، لانه هو المشكله هي بسيطه، انا من خلال التتبع ومن المهم شوف هم الاخوه خاصه مثلا المزارعين بتهرب، بقول اكون قبل ما الجماعه ده بيجوا ده انا بشوف المرحله الدرب ده بقدر بتهرب فوقه، بستغل الفتره دي ومنها قبل ما هم يوصلوا انا نقطع. أكيد الخريف أنا ما الناس بتجي الإشكالية هنا خلاص الأخضر لسه زرعة ما نجد، وإنت هناك شاف هناك المحل المشي فوق المنشغل المشي فوق هذا الألمي هناك خلاص وقف، معناته هو بيرجع بدور لمعاش للبهايم، خلاص أنا بجي إنت أنا ده طريق أنا بسلكة وإنت تجي تتهرب فوق، تبدأ المشكلة من هنا، بتعمل المشكلة هنا. إذا في حالة أن عملنا جهد، اقنعنا الاخوه انه مثلا ما يتربوا في درب المرحال، المشكله دي تحلت مثلا، ودي اللي بتكون شنو من الابناء الناس، اما يكون مزارعين او اهل المواشي، هم ابنائهم دول يمشي يوصلهم الرساله.
لأن ما ممكن أنا أكبر رسالة من ابني مزارع، المزارع ما بيقدر بدي رسالة لابن السهبة الروحة. أكيد. وابن اللي هو إذن أبنائهم هم دول بأن يستقطبوهم، وممكن يكونوا فريق واحد نفس الفريق ويقضلوا في الميدان. شكراً. وفضل رسالتهم. شكرا، جزاك الله خير. كان دايرين نقعد معك اكثر لكن للاسف الوقت داهمنا، ونتمنى ان يعم السلام بيناتنا ان شاء الله، ورسالتكم كمان توصل للحد اللي انتم دايرين باذن الله ان شاء الله. شكرا.